يعطيكم العافية طلاب الصف الخامس. اليوم رح نبلش بالجزء الثاني من درس ضرب عدد كلي في كسر. حكينا الجزء الأول من الدرس كيف نضرب عدد كلي في كسر، وحكينا نضرب البص مع البص والمقام مع المقام، ما في داعي نوحد المقامات. هلا بداية قبل ما أحكي بالجزء الثاني اللي هو ضرب عدد كلي في عدد كسري، اليوم رح أشرح على الجزء الثاني من هذا القسم ضرب عدد كلي في عدد كسري. بس بداية لازم أذكر بأولويات العمليات الحسابية اللي في من هذا الجزء. أخذنا أولوياتنا الحسابية، مين أقوى العمليات الحسابية؟ أقوى العمليات الحسابية إذا شفناها لازم نبلش بالأقواس، نتخلص من داخل الأقواس، بعدين نروح على الجمع الضرب والقسمة، نبلش من جهة اليمين، بعدين نروح على الزائد والناقص، إذا في عندي عملية جمع أو طرح برضه نبلش الأولوية إلى جهة اليمين. طيب عشان نضرب عدد كلي في عدد كسري في عندي أربع طريقتين، يا بعطيك الخيار بالامتحان الطريقة اللي بدك إياها، أو أنا رح أحدد لك الطريقة وأحكي لك مثلا أوجد الناتج باستخدام طريقة حاسية خاصية التوزيع، أو باستخدام إنه نكتب العدد الكسري على طول الكسر غير فعلي. هلا رح أشرح لكم الطريقتين. خلينا نشوف مثال 2 صفحة 102. تبرعت هدى للفقراء بمبلغ 3 دنانير، وتبرع وسيم بدينار وثلث من قيمة المبلغ الذي تبرعت به هدى. المطلوب كم المبلغ الذي تبرع به وسيم؟ أنا بدي أعرف كم تبرع وسيم بهذا المبلغ. لو جينا على خاصية التوزيع، وحكيت لك استخدم الطريقة الأولى إما خاصية التوزيع أو استخدم الطريقة الثانية. خلينا نشوف شو يعني خاصية التوزيع. أنا لما أجي أحكي لك تبرعت هدى بمبلغ 3 دنانير، شو بدي أعمل؟ يعني؟ بدي أحكي لك أنا عندي 3 ضرب 1 صحيح و1 على 3. كيف بتصير هاي العملية؟ أنا عندي عملية ضرب بس استخدمت خاصية التوزيع. بتروح تحكي أنا عندي هاي 3 و1، هذا العدد الكسري، هاي 3 صحيح ضرب 1 و1 على 3. خذ لي هذا العدد الكسري 1 و1 على 3، شو اصلا هو كان؟ هي 3 نزلنا ضرب، انتبه لي كيف بدي اشتغل. الـ1 و1 على 3، 1 و1 على 3، شو هي اصلا؟ كانت 1 زائد 1 على 3، بفتح لها اقواس قوس صغير، بحكي له انت العدد الكسري شو كنت؟ كنت 1 صحيح زائد 1 على 3، صح؟ 1 زائد 1 على 3، 1 صحيح 1 على 3. هلا شو بدنا نعمل؟ بنروح نحكي للثلاثة اللي انت قاعد برا، في بيناتهم ضرب صح؟ بنروح نحكي انت الثلاثة بدي تروحي تضربي بمين؟ تضربي الواحد. يعني بتصير عندي 3 ضرب 1. شو منزل الإشارة زائد. طيب شو بتحكي الثلاثة؟ أنا بس بدي أضرب الواحد، طب أنا في عندي كمان ثلث بدي أضربها. بنحكي لها طيب روحي وضربي لنا كمان الواحد على 3. بصير عندي 3 ضرب 1 على 3. طيب انا عندي المساله اللي هي 3 ضرب 1 على 3، بخلي العدد الكلي بدل العدد الكسري الموجود عندي بدي احلله، افكر شو صار، شو كان عندي هو 1 على 3، حللته صار 1 زائد 1 على 3، حطيتهم باقواس. نحكي للعدد الكلي فوت اضرب كل شيء اللي هو الاقواس. اول شيء راح ضرب الواحد وطلع، بعدين رجع ضرب الثلث وطلع. هلا خلينا نشتغل. شو بصير عندي؟ 3 ضرب 1 3 زائد 3 ضرب 1 على 3، اخذناها الجزء الماضي. لما يكون انا عندي عدد كلي في كسر شو حكينا بنعمل؟ بنخلي المقام واحد، نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، 3 ضرب 1 3 3 ضرب 1 3. شو يساوي؟ 3 زائد 3 على 3، 3 على 3 شو هي اصلا؟ حكيت لما يكون البسط والمقام نفسه نفس العدد شو يساوي عندي؟ تحكي لي انه هاي اصلا تساوي عندي 1 صحيح. 3 على 3 شو تساوي عندي؟ 1 صحيح. 1 صحيح زائد 3 شو يساوي؟ 4. انتهى الحل. بعيدها، أنا عندي 3 ضرب 1 على 1 صحيح و1 على 3، العدد
واحد صحيح زائد واحد على ثلاثة، عملت عملية تحليلية شو بيساوي؟ بروح بحكي لك ثلاثة، بتموتي بضرب بإيدي كل شيء جوا الأقواس، بتروح تضرب مين؟ الواحد، بصير عندك ثلاثة ضرب واحد زائد بتنزل لك، أي إشارة عندك داخل الأقواس بتنزل لي إياها، ترجع ثلاثة وتضرب لي الكل. ثلاثة ضرب واحد على ثلاثة. طيب هلا بنمشي على أولويات العلم الحسابية. تحكي لي أول شيء أقرأ لي الضرب، ثلاثة ضرب واحد ثلاثة زائد هون أخذناها الجزء الأول من الدرس في الفيديو الماضي، ضرب العدد الكلي مع كسر، حكيت المقام بيكون واحد، بضرب البصمة مع البصمة مقام مع المقام، ثلاثة ضرب واحد ثلاثة، ثلاثة ضرب واحد ثلاثة. طيب مس ثلاثة على ثلاثة شو بتخيلك؟ شو هي أصلاً؟ رجع لي إياها، حكيت لك لما يكون البصمة مقام نفسه إذا هو عبارة عن مساوي عدد صحيح اللي هو بيساوي عندي واحد، وعندي كمان عدد صحيح اللي هو ثلاثة، ثلاثة زائد واحد أربعة. هيك ما خلص حلي بطريقة خاصية التوزيع. خاصية التوزيع لو أنت بدك تفتح أقواس بتبلش تضرب كل شيء داخل الأقواس. الطريقة الثانية نكتب العدد الكسري على صورة كسر غير خر. أنا شو عندي؟ خلينا ناخذ نفس المثال، أنا عندي ثلاثة ضرب واحد صحيح واحد على ثلاثة. شو حكيت لك؟ بتكتب العدد الكسري، وين العدد الكسري؟ هي هي بحكي لك نكتب العدد الكسري على صورة كسر غير خر، وين العدد الكسري؟ هي العدد الكسري. هذا العدد الكسري كيف بدنا نحوله؟ لاحظ الدروس كلها متشابكة سلسلة، الدروس اللي كنا ناخذها بترجع تضل تعيد فيها. هذا العدد الكسري كيف بدي احوله الى كسر فعلي او غير فعلي؟ كيف بدي احوله لكسر غير فعلي؟ باستخدام اللي حكيت لك اياها زي الهلال، زي الهلال. شو عندي هون تحت؟ اشارة الضرب، وفوق اشارة الزائد. حول لي اياها ثلاثة ضرب واحد زائد واحد، يبقى المقام كمان هو. ذكرتوه؟ ما تنسوا اي شيء. انا حولت، شو بدها تصير عندي هون؟ طبعا هذا العدد الاول ما دخلت فيه بتنزل لي اياه العدد الكلي. هون شو صار؟ 3 ضرب 1 3 زائد 1 4 على 3. بنجمع بنطرحه البسط، المقام يبقى كما هو ضرب 3. هلا هون اشتغل هي، شو بدها تصير؟ بنخلي العدد الكلي شو مقامه؟ مقامه 1. طيب تحكي لي على المضيج على الضرب في داعي نوحد المقامات؟ لا، نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. 3 ضرب 4 12 على 3 ضرب 1 3. هل 12 على 3 بأبسط صورة؟ لا، هو عبارة عن كسر غير فعلي. كيف بدنا نحوله إلى عدد كسري؟ عن طريق القسم الطويل. 12 يا عدد كسري يا عدد صحيح، عدد كلي. 12 تقسيم 3. عدد بضرب 3 بعطيني 12 اللي هي 4. 4 ضرب 3 12. نترك 12 ناقص 12 اللي هي عندك صفر. إذا شو صار في عندي الناتج؟ شو الناتج؟ اللي هي عبارة عن 4 صحيح. هل طلع معي نفس الجواب؟ بخاصية التوزيع. بخاصية التوزيع أو عن طريق إنه نحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي يطلع معي نفس الناتج. هيك إحنا بنكون خلصنا ضرب عدد كلي في كسر. بتمنى إنكم تفهموا الدرس وتراجعوه كتير منيح، خاصة الدروس السابقة، لأنها هي عبارة عن سلسلة، كل الأفكار رح ترجع تنعاد معكم، يعني هي أفكار مترابطة مع بعض. يعطيكم ألف عافية. خامس